للوقوف عند الحالة المعيشية للمواطن العراقي في ضوء تمرير موازنة 2021 ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. يعني بعد أن صوت البرلمان على موازنة هذا العام، كيف يمكن قراءة الموازنة في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها العراقيون دون وظائف أو حتى أجور؟ دكتور هلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولقناة الرافدين. إنه هذا الموضوع حقيقة موضوع مهم، وفي وقت حقيقة يمر الذكرى 18 لاحتلال العراق، نعم، ونرى واقع العراق الذي بشر به المحتلون وأذناب المحتل وكلاب المحتل الذين تراقصوا أمام الدبابات الأمريكية التي اجتاحت بلاد الرافدين. والآن المواطن العراقي يعاني ما يعاني من شظف العيش. من المؤكد أن الوضع الاقتصادي في العراق يشير حسب التقارير الدولية والإحصائيات الدولية بأن 40% من سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر. فلو أخذنا بهذا الرقم، نعم، رقم مخيف. يعني أنت تتحدث عن 16 مليون عراقي تحت مستوى خط الفقر. هذا من جانب. الجانب الثاني أن الموازنة التي أقرت بمديونية 71 تريليون دينار، هذه دينار، نعم، أقرت بعجز مالي قدره 71 تريليون. هذه 71 تريليون من أين ستسدد إلا بالديون والاقتراض؟ هذا الاقتراض سوف يجر العراق إلى فقر للأجيال القادمة. نعم. إضافة إلى أن هناك سرقة واضحة في سعر الذي يعتمد لسعر النفط. النفط 62 دولار واعتمد سعر 42 دولار مثلا. هناك أيضا فقرات في الموازنة تم الحديث عنها، هو خصخصة القطاع العام. طيب. يعني بيع ما تبقى من الدولة. نعم. هذا الكلام كله يؤدي إلى أن القائمين على مصالحهم وليس مصالح البلد لا يفكرون في مستقبل الأجيال التي تحدث عنها التقرير المؤلم حقيقة. في هذا المفصل دكتور، في هذا المفصل، تعتقد أن يعني موضوع تمرير الموازنة جاء سياسيا دون الالتفات للوضع الاقتصادي للمواطن العراقي؟ لا يوجد عاقل في اي بلد بالعالم بان هناك جهه اقتصاديه تقوم بمحاربه عملتها الوطنيه لصالح عمله اجنبيه ايا كانت هذه العمله. كل الدول بالعالم اقتصاديا، وهذه نظريه اقتصاديه بسيطه يعرفها الطالب الاول ابتدائي، يعرفها البروفيسور في الجامعه الذي يختص بالاقتصاد، بانه من اولى اولويات اي دوله اقتصاديا وقوات الاقتصاديه هي قوه العمله عملتها المحليه. لكن بالعراق الغريب العجيب انهم يقومون بدعم الدولار على حساب الدينار العراقي ويتمسكون بهذا الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار، اضافه الى ان واقع العراق المعيشي والاقتصادي انه قتل كل معالم الزراعه والصناعه وكل شيء مستورد. فاذا كل بضاعه المواطن هي مستورده من الخارج بالدولار، فعندما تدعم الدولار وترفع وتقلل قيمه الدينار والرواتب محدوده وهناك عجز كبير في صرف حتى الرواتب للموظفين، اذا انت ذبحت الشعب العراقي عن عمد. وهذا الكلام حقيقة مؤلم جدا، أنه نرى من الذين يريدون يقولون كلمة الحق يريدون بها باطل، أنه هذا واقع العراق الاقتصادي المرير الذي لا. العراق بلد غني وفيه موارد، لكن لماذا نستورد الخضار من الخارج ونحن بلاد ما بين النهرين؟ لماذا نستورد كل شيء من الخارج ونقتل الصناعة الوطنية؟ هذا الأمر كله أدى إلى تفشي البطالة، لا يوجد عمل، لا يوجد مصير مجهول للشباب الذين خرجوا في ثورة التشرين وغيرها. لماذا؟ لأن هناك مصير مجهول محتوم. يعني أنت ترى الآن، تقرأ الواقع الحالي الآن، دولة تعجز عن صرف رواتب،
تستدين من اللصوص لتصرف الرواتب، طيب ماذا ستفعلون لسنة وسنتين قادمتين؟ هذا الكلام كله يؤدي إلى أن عملية التخلي عن العراق وبيع كل ما يوجد لديهم، كل ما يمكن بيعه، طيب، ورهن مستقبل الشباب، هذا الكلام كله الموازنة الاقتصادية السياسية التي لم تراعي المواطن العراقي. دكتور، ما هي البرامج التنمية التي عدتوها للمواطن العراقي؟ هناك ضغوط، نعم، من الأحزاب مسيطرة على المنافذ الحدودية، الموارد مقسمة. حتى لا أغادر هذه النقطة، على ذكر الأحزاب، يعني هناك ارتفاع في الأسعار بشكل لا يمكن تخيله مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. أين الحكومة من هذا الغلاء؟ هل أن الحكومة مغلوبة على أمرها بسبب سيطرة الأحزاب على الاقتصاد في العراق؟ لا توجد شيء في العراق اسمه حكومة. نحن هذا المصطلح حقيقة لا ينطبق على العراق. عندما تتحدث مع جهة رسمية لا تستطيع أن تفعل شيء تجاه مجموعة من الذين يحملون السلاح ويجيبون الشوارع، ولا تستطيع أن تسيطر على المنافذ الحدودية، ولا تستطيع إيقاف السرقات للنفط والتهريب إلى الخارج، ولا تستطيع إيقاف تجار المخدرات الذين يجيبون العراق يمينا ويسارا. وبالأمس أصدروا قرارا بإطلاق سراح إيرانيين تجار مخدرات بالعراق، يذبحون الشعب العراقي، وتم إطلاق سراحهم لإيران هذا الأسبوع الماضي. فإذا القائمين على الوضع هم ليست حكومة، القائمين على الوضع هم من يحمل السلاح ويسيطر على المنافذ الحدودية، يسيطر على منابع النفط، يسيطر على التصدير، يسيطر على كل شيء، وهم يتقاسمون هذه اللقمة. أما هذا الذي اشترى المنصب بخمسة مليون وستة مليون، هذا ما جاء لمصلحة الشعب العراقي بكل تأكيد. وما نراه من خزايا بالوقت الحاضر، نرى المجرمين يجوبون مناطق العراق الآن قبل الانتخابات ويبشرون بالمستقبل الواعد، وكل تريد أن تحارب الفساد، وهم رب الفساد. نعم، هم دكتور. أس الفساد في العراق، ولا زال من ينادي بالتغيير بالانتخابات وغير الانتخابات. نعم يا أخي دكتور. لا يذبح المرء من بهذه الطريقة بأكثر من مرة، وتضحكون على العالم بهذه الطريقة. يعني مستقبل مجهول، وبلد منشول ومسروق. نعم دكتور. وشعب فاقد مستقبله وأمله، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن بهذا الشرف الفضيل أن يعوض ما خيرا، وأن يبدل حالنا من هذا الحال إلى أحسن حال. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.